الثقه اللي شاهدها. ان حصل تلامس او حصل اعتداء. طيب شوف الحكم انما مساعد. اللي اقدر اقوله شوف إنه كابتن شوف الحكم مساعد اكيد راح تحت في وجه حتى الحكم مساعد تحت خناق يا اخي. والغريب انه بعد اعاده اللعب لم يكن هناك اي بطاقه لا صفراء ولا حتى حمراء. يبقى اذا ما كانش في حاجه، لانه لو في حاجه يبقى المساعد هيبلغ الحكم. ممكن الحكم مساعد ضاع وما اعرف مين اللي دفعه كده. لا ما اعتقدش ان حصل احتكاك، ممكن يكون ذهاب لعيبه النادي الاهلي للاعتراض، انما ما قدروش يوصلوا له بدليل ان خلاص اعتقد ان الامن اللي لابسين ازرق قدروا ان هو يحتووا لعيبه النادي الاهلي. ولا احتكاك بين وائل وبين ايضا ده احتكاك مع احد الامن، لكن الحقيقه رد فعل طبعا من لعيبه النادي الاهلي في حينه طبعا مش مقبول، ولكن تم احتوائها. يعني لو قلنا المباراه عصيبه فنيه لغايه الكره دي، يعني ما كانش في اي مشكله خالص لغايه ما الجول جه وما اتحسبش. واعتقد ان دي انا شايف ان ده بيحصل كتير في ملعب الكوره، ممكن يحصل. هو يمكن انما الايجابي ان في داخل حصل تلامس او حصل اعتداء. طيب شوف الحكم انما مساعد. اللي اقدر اقوله شوف كابتن شوف الحكم مساعد اكيد راح تحت في وجه حتى الحكم مساعد تحت خناق يا اخي. والغريب انه بعد اعاده اللعب لم يكن هناك اي بطاقه لا صفراء ولا حتى حمراء. يبقى اذا ما كانش في حاجه، لانه لو في حاجه يبقى المساعد هيبلغ الحكم. ممكن الحكم مساعد ضاع وما اعرف مين اللي دفعه كده. ادخل ادخله شو سوى. لا لا في هذا المستوى لا، هذا السلوك يحرض امور اخرى. ضروري انه اللاعبين مهما كان حجمهم، ما نتكلم الا على قموع، كانوا لاعبين جزائريين مصريين مغاربه توانسه، يعني مهما كانت صفه اللاعبين ضروري انه اللاعب يقعد لعاب كلامه في الميدان، ما يتصرف يا ربما بلغه اخرى. من جانب اخر انا نظن يعني نتكلم على كره قدم في 90 دقيقه ما شفناش تجاوزات، وهذا الحكم سامحني شهاده حق. انا نظن كل تدخلات تاعه كل كره اللي مدها، لو نعاودوا نشوفوا كل حالات كيفاش الكره تمدت نقدروا نحكموا على هذا الحكم. حاكم اللي نظن حكم مستواه ما راهوش اليوم كيخسر الاهلي انه كان في حاكم ضعيف، ما لازمش نكونوا في هذا المستوى. فوز الشبيبه ما سرقت الفوز تاعها، سجلت هدف وعرفت كيفاش تسير مجريات المباراه، والمباراه مشات 97 دقيقه. لياقه بدنيه كانت مقابله طيبه، مقابله على مستوى طيب، مستوى طيب لكن مش مستوى عالي فنيا، لكن فيها حماس فيها اثاره. الفريقين معناها اداوا شوط ثاني خاصه الاهلي معناها كان موجود، لكن انا الخبره نتاع شبيبه القبائل والقدره نتاع المجموعه تكتيكيا ما عطات حتى فرصه للاهلي، وعلى هذا الاهلي معناها كان اكثر. لم يكن هناك مساحات، ما في لا مساحات ولا حتى الفرصه الوحيده اللي كان حامل الكره اللي جاء فيها الهدف اللي فيه التسلل. الفرصة الوحيدة اللي كان حامل كرة كان فري جابت الفرصة نتاع الهدف اللي فيه تسلل. أنا شو نقول المقابلة هذه اللي كما قال أخ عبد الكريم اللي الشبيبة استحقت الانتصار نتاعها عن جدارة. وتأكيد الأخ زكريا في الأمور الفنية. احنا قاعدين حاليا نتكلموا على الحكم ونتكلموا قول عليها المباراة توجه للشبيبة أكثر من اللي هي فنيا، لكن هي فنيا كانت للشبيبة. معناها شو نقول؟ انا نقول اللي صار في الفتره هذه نتاع 85 دقيقه معناها غير معقول وما نجموش نبرروا. وخط السته حتى لو يعني مش محتاجين تاكيد، حتى الكابتن كبير جمال الشريف في تقييمها واضحه، يعني ان هو شوقي كان سابق وراجع من الاوفسايد، واللحظه اللي لحظه تمرير الكره من شريف عبد الفضيل جه الخط اللي بيقطع بيبين واضح ان هو اوفسايد. لكن هو لازم نفرق ما بين ان احنا قاعدين في الاستوديو بنتفرج على الاعاده مره واثنين وثلاثه، واللاعبين في الملعب ما بيتفرجوش على الاعاده، فبالتالي الانفعال ده ممكن يكون منطقي بعض الشيء لانه هو مش شايف اللاعب. لكن انفعال لاعب الاهلي لم يكن من حاله واحده، لا هو انفعال لاعب الاهلي من اكثر من حاله. لا انا بتفق طبعا، انفعال لاعب الاهلي في التوتر اللي كان واضح غير مقبول، مفروض تركيز اللاعبين في الملعب فقط حتى لو الحكم اخطا، واحنا عارفين واللعيبه دي اصحاب خبرات عارفه اخطاء الحكام الافارقه ومستواهم الطبيعي. ان كان المفروض انه يجيب حكم او طائم تحكيم اقوى من كده، لان الحكم حتى اسمه كوكو، يعني المفروض ان هم يعني كانوا يجيبوا اسم تاني
غير كوكو يدير لقاء زي ده. انما هو الـ 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 لازم برضو الناس تعرف ان السبب في عدم في الغاء الهدف مش الحكم، هو مساعد الحكم. فمساعد الحكم هو اللي رفع الراية، عشان كده حصل توتر للاعيبه النادي الاهلي. انما كان في مبالغه شويه في الانذارات الكتير، لكن انفعالات النادي الاهلي كانت لها تاثير، اللعيبه كان لها تاثير في ادائهم، خصوصا ان الشوط الثاني اداء النادي الاهلي كان افضل من الشوط الاولاني. يعني حسام البدري كان حاطط استراتيجيه للشوط الاولاني بثلاث لاعبين مدافعين في وسط الملعب، وما كانش في محاوله هدف في الشوط كله الاولاني غير فرصه واحده كانت انفراد احمد فتحي من ناحيه الشمال. هل اصاب باخراج جده في رايك؟ في رايي تغيير منطقي، وانا توقعت جده يشارك زملاء، وايضا سنبقى ونواصل دائما تقديم استمرت ست او سبع او حتى القدم. الحكم اكيد ضروري ان يؤمن من طرف مين؟ لا مش فرحه قد ما هي اعتراض احتجاج. شوقي هو اللي كان طالع يفرح، لكن لو لاحظت كابتن راح نرجع باللقطه راح تشوف تحرك غير طبيعي لرايه الحكم. يبدو أن هناك دفع حكم رايح في الأرض، وتدخل رجال الأمن يبدو أنه كان لحماية الحكم. أكيد أكيد، ونظن واجب على رجال الأمن أن يحميوا الحكم في أي ملعب، ونظن هذا من قوانين الفيفا. نحن نظن بصفة عامة، يعني خاصة الهدف جاء تقريبا في الدقيقة 85، والدقيقة 85 ما كيف يعرف الكل أنه يعني حتى بالنسبة للجانب العصبي ولا الجانب الذهني لاعبين يعني التعب لما ينال منهم. كابتن معي هذه اللقطه كابتن، انا هو مش نعتذر عن رداءة الصوره، يعني في حاله تقليل السرعه خارج عن اراده الجميع كما يعرف الكل، لكن نلاحظ هنا لاحظ حكم الرايه كابتن رفع، هو هناك من قام بدفع حكم الرايه والحكم المساعد، وسنكمل اللقطه وسنشاهد ان الحكم المساعد اصبح في زاويه الملعب على تقريبا مضمار الجري كما يعرف، او كما يعني يسمى الارضيه الترتان. لاحظ الان حكم المساعد في اعلى الشاشه من الجهه اليمين. انا نظن سلوك كما هذا في مستوى هذا على مباراه هذه من اللاعبين اللي عندهم يعني تجربه المفروض ما يكونش، سان يتقبل هذا داخل في الفير بلاي، نتقبل قرارات في مباراه في غالب وفي مغلوب. المساعد باتجاه تقريبا خلف مرمى ومحمي من الكاميرا مش وضح الحقيقه اذا كان في تهجم على الحكم او عاده اللعيبه بيروحوا للاعتراض على الحكم او على المساعد، ففي اللعيبه رايحه في اتجاهه، انما اعتقد ان ما حدش وصل له، الكاميرا مش موضحه، اعتقد ما حدش وصل له، لان الاعتراض عاده لعيبه النادي الاهلي هتعترض بالكلام، انما لو تقصد ان في اندفاع انا اعتقد بان هناك من دفع الحكم. انا من خلال اللقطه اللي شاهدتها ان حصل تلامس او حصل اعتداء. طيب شوف الحكم، انما اللي شاهدتها ان حصل تلامس او حصل اعتداء. طيب شوف الحكم، انما اللي اقدر اقوله شوف كابتن، شوف الحكم مساعد اكيد ركز في وجه حتى الحكم مساعد تحت خناق يا اخي. والغريب انه بعد اعاده اللعب لم يكن هناك اي بطاقه لا صفراء ولا حتى حمراء، يبقى اذا ما كانش في حاجه، لانه لو في حاجه يبقى المساعد هيبلغ أو الحكم، او الحكم مساعد ضاع وما اعرف مين اللي دفع كده. لا ما اعتقدش ان حصل احتكاك، ممكن يكون ذهاب لعيبه النادي الاهلي للاعتراض، انما ما قدروش يوصلوا له بدليل، ان خلاص اعتقد ان الامن اللي لابسين ازرق قدروا ان هو يحتووا لعيبه النادي الاهلي. ولا احتكاك بين وائل وبين ايضا ده احتكاك مع احد الامن، لكن الحقيقه رد فعل طبعا من لعيبه النادي الاهلي في حينه طبعا مش مقبول، ولكن تم احتوائها. يعني لو قلنا المباراه عصيبه فنيه لغايه الكره دي، يعني ما كانش في اي مشكله خالص لغايه ما الجول جه وما اتحسبش، واعتقد ان دي انا شايف ان ده بيحصل كتير في ملاعب الكوره، ممكن يحصل.